ازاي؟ طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على دربه واقتفى أثره وسلم سنته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب السماوات والأرض، رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، أنت تقضي بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أحينا بالقرآن وأمتنا على القرآن، واجعله لنا شفاء وحجة لنا لا علينا يا أرحم الراحمين. صلى رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد. بإذن الله عز وجل ستكون المحاضرة الأخيرة لتقييم الطلبة الذين سيختبرون في دورة إتقان الفاتحة. يعني بإذن الله عز وجل سنجري تقويما للذين عندهم أخطاء، ونصحح بعض الحروف الخاطئة التي يخطئ فيها الجميع إن شاء الله، ونستعد الاختبار بإذنه سبحانه وتعالى. طيب، لكي نستغل الوقت نبدأ. أولا سأقرأ سورة الفاتحة، ويعني سأقول على ماذا تركز في كل آية بسرعة، ثم ننتقل لقراءة الإخوة. طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن في البسملة نركز على بسم الله لاهي الرحمن الرحيم. نقول الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الآية الثانية، الحمد، نقول الحمد وليس الهمد. الحمد لله رب العالمين. نقول رب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. نركز في الرحمن الرحيم على عدم تكرار حرف الراء، يعني لا نقول الر، هذا خطأ، نقول الله مرة واحدة فقط. نعم، فقط مرة واحدة ننطق حرف الراء. ثم بعد ذلك مالك يوم الدين، نقول مالكي. لم يقرأ أحد من الأئمة من القراء بمالك، كلهم يعني قرأ بعضهم بمالكي وقرأ بعضهم بمالكي. مالكي يوم الدين، نركز على شدة الدال، الدين وليس التين، الدين. مالكي يوم الدين. ثم بعد ذلك إياك نعبد وإياك نستعين. طيب، إياك نعبد وإياك نستعين، نركز على إياك نع العين، التوسط في حرف العين، نع بو دو، الباء عليها ضمة والدال عليها ضمة. إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين، لا نستعين، نستعين عين. تمام. ثم بعد ذلك نقول اهدنا، لا نقول اهدنا، نقول اهدنا، نا لا نقول اهدنا، نا خطأ، اهدنا خطأ، نقول اهدنا نص، اهدنا نص، لا نقول نص صراط، لا نقول صراط، الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، لا نقول المستقيم، المستقيم، المستقيم. لا يأتي بعدها صراط، لا نقول صراط، صراط الذين، لا نقول الذين، صراط الذين أنعمت، لا نحرك النون ولا الميم، نقول أنعمت، لا أنا نقول أن سكون، لا نقول أنا،
وأنعمت، لا نقول أنعم، 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 أنعمت، أنعمت عليهم، لا نقول عليهم، عليهم صراط الذين أنعمت عليهم، غ غ ليست غ غ غير المغ المغ الم م ليست الم الم المغ المغضوب ليس الظوب، ظوب خطأ، نقول ضوب ضوب المغضوب أيضا، وليس الدوب، دوب خطأ، المغضوب ضوب المغضوب عليهم، ولا الضاء ليست ولا الضاء وليست ولا الظاء، هذه ولا الضاء ولا الظاء خطأ، نقول ولا الضاء ولا الضال، نقف على اللام ولا الضالين، تمام. الآن سأقرأ مرة أخرى لكي نبدأ القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تمام، نبدأ على بركة الله، نبدأ في الإخوة. أبو ذر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أبو ذر، بسم الله، اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أبو ذر، نركز على الشيطان، طا طا، الطم مفخر، طا مرة أخرى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ركز على مالكي، مالكي، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا تمام. جزاك الله كل خير، بارك الله فيك أبو ذر. طيب نبدأ الآن، اللهم صل على سيدنا محمد. أبو نعيم، السلام عليكم. أبو نعيم، السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. أبو نعيم، أخطأت في المرة السابقة في مالكي، تمام؟ يس، نعم يا شيخ. طيب يعني الآن نريد أن يعني نضبط مالكي اليوم إن شاء الله. اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،
أبو نعيم إياك نعبد إياك نعبد وإياك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أبو نعيم أعد غير المغضوب عليهم. ركز معي، لا نقول غير المغدود، غير المغضوب، غير المغضوب عليهم. تمام، غير المغضوب عليهم. مغضوب، نعم، ضو ضو ضاد من هنا تخرج. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تمام، جزاك الله خير، بارك الله فيك. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. علي عمران، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. اقرا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ابدأ بالاستعاذة أخي علي عمران. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله، ممتاز ممتاز اخي عمران، بارك الله فيك. جزاك الله خير، بارك الله فيك. طيب عزيز، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك؟ بخير الحمد لله. في المرة السابقة أخطأت في المستقيم وأخطأت في حرف الضاد المغضوب والضالين، نريد اليوم أن نصححها إن شاء الله. ابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. مرة أخرى. اهدنا الصراط المستقيم. مرة أخرى، يعني يبدو أني سمعتها صحيحة. مرة أخرى. اهدنا الصراط المستقيم. ممتاز ممتاز جدا. تمام، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الآن يعني نريد أن يعني أن نضبط حرف الضاد. ولا الضاء ولا الضاء ولا الضاء، هذه دال. ولا الضالين ولا الضالين، يعني تحتاج إلى بعض التدريب عليها.
تدرب الآن المستقيم ممتازة ممتازة المستقيم يعني كنت تقولها المستقيم الآن صرنا نقول المستقيم ممتازة جدا لكن بقي علينا ولا الضالين perbaiki wala dhalin akh adapun al mustaqim sudah tamam نعم يا شيخ تمام طيب ان شاء الله اللهم صل على محمد ابو زين السلام عليكم ابو زين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ ابو زين يعني اخطات في المره السابقه في مالكي كسره الكاف اليوم لا نريد ان نخطئ بها ان شاء الله اقرا اعوذ بالله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الآن أخي أبو زين يعني أريد منك شيئا الآن الآن أريد أن أسمع مالك يوم الدين مرة أخرى مالك يوم الدين أفضل أفضل مالك يوم الدين مالك يوم الدين الآن أريد أن أسمع غير المغضوب عليهم غير المغضوب طوب عليهم تمام ممتاز جدا بارك الله فيك وفيك بارك الله شيخ طيب اللهم صل على سيدنا محمد ننتقل على الذي بعده ديان أرديان السلام عليكم وعليكم السلام يا شيخ كيف حالك بخير الحمد لله هل قرأت في المرة السابقة لم تقرأ أليس كذلك اللغه العربيه انت sudah baca yang kemarin ah oh sudah kemarin antum baca enggak baca, yang baca. Pertemuan baca, lalu baca. Iya, ada موجود ya syekh موجود ما اسمه ابو بسام عفوا ابو بسام ابو بسام نعم نعم أما ديان أرديان أول يعني أول مرة أسمع ديان دي أرديان أو بس غنتي هافي غنتي هافي طيب أبو بسام المرة السابقة في المرة السابقة أخطأت في من الشيطان تمام من الشيطان الرجيم والمغضوب نريد أن نسمع المغضوب هذا في المرة السابقة اليوم نريد أن نتقنها بإذن الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم مرة أخرى أبو بسام صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مرة أخرى، ولا الضالين. ولا الضالين. يعني يجب أن نحقق الاستطالة في حرف الضاد. ولا الضا، ولا الضا، ولا ولا الضالين. جزاك الله كل خير، بارك الله فيك. طيب، اللهم صل وسلم. فعلي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. عزيز طرجي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعد ولا الضالين مرة أخرى. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جزاك الله كل خير، بارك الله فيك. وفيك بارك الله. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. محمد نور، السلام عليكم. وعليكم السلام الشيخ. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. المرة السابقة أخطأت في غير المغضوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. محمد نور، بدنا نسمع غير المغضوب عليهم مرة أخرى. غير المغضوب عليهم ولا اسمع مني غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيك محمد نور، جزاك الله خير. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد.
الآن الله. بارك الله فيك. طيب ننتقل إلى محمد ابن برنامة. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. كيف حالك؟ الحمد لله. ما أخبارك؟ الحمد لله. محمد ابن برنامة. اقرأ أعوذ برجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله ما شاء الله. جزاك الله كل خير. بارك الله فيك. طيب بعد محمد ابن برنامة محمد يوسف. السلام عليكم. محمد يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. كيف حالك؟ بخير الحمد لله. اي اخطأت في المرة السابقة في حرف الضاد وفي تكرار حرف الراء الرحمن الرحيم. تمام؟ نعم شيخ. ان شاء الله نريد يعني ان نحسنها اليوم. اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني تحتاج إلى تمرين على حرف الضاد أيضا. البانيك لاتيان حرف الضاء. نعم شيخ. تمام. طيب اللهم صل على محمد. جزاك الله كل خير محمد يوسف. بارك الله فيك. طيب نوريل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم يعني محمد رفلي. نعم يا شيخ محمد رفلي. طيب محمد رفلي أخطأت في مالكي في المرة السابقة، لا نريد أن نخطئ بها اليوم. طيب اقرأ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جزاك الله كل خير أستاذ محمد رفيق، بارك الله فيك. طيب نأتي الذي بعده. قلنا نور، السلام عليكم. السلام عليكم. نعم انا شيخ. نعم عفوا، يعني استعملت يعني لاختي يعني يا شيخ، اسمي محمد رزقي. نعم عفوا يا شيخ. جزاك الله خير. نعم. اللهم صل على سيدنا محمد. ريزا، السلام عليكم. السلام عليكم عبد الله. ريزا ريزا، السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم، كيف حالك أستاذ ريزا؟ أستاذ ريزا، يعني الإنترنت ضعيف جدا. الإنترنت عندك ضعيف جدا. نعم بخير. يا أنتم كلهم بغوص أخ. الحمد لله. طيب يعني أخي محمد أبو ذر، يعني لن نستطيع أن يقرأ ريزا، ويمكنه أن يرسل لي تسجيل على عبر الواتساب. نعم يا شيخ. نعم. طيب هذا بالنسبة لريزا فقط. طيب طيب اللهم صل على محمد رزقي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا أهلا وسهلا. كيف حالك؟ بخير الحمد لله، السلام عليك. يا رب. محمد رزقي. محمد رزقي. نعم. اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيك يا شيخ. الآن اللهم صل على سيدنا محمد. أبو طلحة، السلام عليكم. وعليكم السلام. أبو طلحة، أخطأت في المرة السابقة في نعبد. تمام؟ نعم يا شيخ. اقرأ، عاود اقرأ إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بارك الله فيك جزاك الله خير طيب محمد الصالح السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ جزاك الله كل خير أستاذ محمد الصالح أنا أخطأت في المرات السابقة في من الشيطان من الشيطان نعم شيخ طيب اقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تمام جزاك الله كل خير جزاك الله كل خير بارك الله فيك وإياكم طيب اللهم صل على محمد محمد راشد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك؟ الحمد لله بخير شيخ محمد راشد أخطأت في رب العالمين لا نقول رب ال هذا في المرة السابقة اقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين جزاك الله كل خير بارك الله فيك محمد نصر الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كيف حالك الحمد لله بخير اقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ضالين
آمين. جزاك الله كل خير، بارك الله فيك. الآن يعني محمد أبو ذر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعني هكذا انتهينا الحمد لله سبحانه وتعالى. غدا الاختبار، غدا الاختبار، اللهم صل على محمد، في نفس الوقت غدا أو في الخميس يا شيخ، في الخميس اتفقنا على الأربعاء وحجزنا مع المختبر. طيب قل لكل الإخوة. طيب يا إخوان إن شاء الله ujiannya besok ya, besok ujiannya besok, jadi hari Rabu pada waktu yang sama, pada waktu yang sama jam 8. Naam. طيب سيقرأ كل واحد منهم سورة الفاتحة قراءة، ثم يسأله يعني أين نزلت أو ما أسماؤها أو يعني ما معنى بعض الكلمات. طيب إن شاء الله besok ujiannya itu Syekh akan suruh setiap peserta membaca surah Al-Fatihah, kemudian setelah itu Syekh akan tanya di mana diturunkan, nama-namanya dan mana maknanya. Jadi jangan lupa untuk merajah. Naam. Nah. Yurja min al-ikhwa yani an yuraji'u jayidan wa an yastami'u li tasjil alladhi arsaltuhu lakum surah Al-Fatihah. Naam. Jadi merajah dengan baik ikhwan, kemudian dengarkan terus rekaman Al-Fatihah yang dikirimkan oleh Syekh. تمام، جزاكم الله كل خير، بارك الله فيكم. نعم، جزاكم الله خير. طيب، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان في خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.